أما هلأ مشاهدينا، فوصلنا لأولى فقراتنا لليوم. رح نحكي عن الحالة الصحيحة والصحية لتقويم الأسنان بأي عمر، شو هي الحالات الاستثنائية، شو هي الحالات الشاذة يلي ممكن تعترض تقويم الأسنان، ورح نتوسع أكثر بمواضيع وأسئلة بتخطر على بال الجميع مع أخصائي تقويم وتجميل الأسنان الدكتور روني توما. صباح الخير دكتور، صباح الخير. يسعد صباحك. صباح الخير دكتور، واهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. خلينا نحكي بالبدايه عن تقويم الاسنان، نبدا من عند الاطفال. ايمت لازم الاهل يركبوا للطفل؟ شو هي الحالات اللي بتستدعي تركيب هذا التقويم؟ تمام. هلا كثير اكثر سؤال بنسال انه ايمت انا لازم ركب تقويم الاسنان. هلا اغلب الناس بنظره تقويم الاسنان هو الحاصرات والاسلاك اللي بتركب على الاسنان بس. فاذا كان هذا السؤال مقصود عند اغلب الناس، ايمت لازم انا اركب الحاصرات والاسلاك لحتى صف الاسنان، فهو تقريبا بعمر ال 12 ل 14 سنه، اللي هو بيكون تماما قبل تبديل الضاحك الثاني، يعني قبل تبديل اخر سن مؤقت. تمام. بس بالحقيقه تقويم الاسنان هو اكبر بكثير من الحاصرات والاسلاك اللي هي الناس بتفكر انه هذا هو تقويم الاسنان. هلا في حالات بصراحه اذا انتظرنا نحن عليها لعمر 12 سنه بالنسبه لتقويم الاسنان، فنحن خسرنا فرصه معالجتها. فلهيك انا بدي ابدا من الولاده لعمر ال 20 سنه ولعمر ال 50 سنه، شو الحالات اللي بتكون بكل عمر، وبهذا العمر بيكون هو العمر المناسب لمعالجه هي الحاله، واذا اجلناها اكثر من هيك بيكون غلط. تمام. هلا انا راح احكي عن تقريبا كل الحالات اللي بتمر بتقويم الاسنان، فممكن الناس شوي تستصعب الموضوع او تستصعب المصطلحات او اسماء الحالات اللي عم تمر. بس اللي بيستفاد اكثر شيء هو يلي عنده ولد عنده هاي المشكله، مثلا الاهل يلي عندهم ولد عنده تراجع فك علوي، فهني راح يركزوا على هذا الموضوع، راح يستفادوا من الحكي. بيستفاد كمان الاطباء العامين، لانه هني مسؤولين 90% عن كشف المشاكل التقويميه. مثلا في طفل عنده تراجع فك علوي، لازم يعرف الطبيب العام ايمت العمر المناسب لتصحيح هاي المشكله وما يأجل. تمام. هو شوي ممكن يكون صعب على الطبيب العام لانه هي من اختصاص التقويم. فخلنا نبدا بتسلسل زمني من الولاده. اول الحالات يلي بتصيب الاطفال هي شق الشفه وقبه الحنك. فشق الشفه وقبه الحنك ممكن نبدا بمعالجته من الاشهر الاولى، يعني ممكن اول شهر ثاني شهر نساوي عملية لتصحيح شق الشفة، وشق الحنك بيتبعوا بعدين بعد شق الشفة بعمر السنة ونص، وتطعيم العظم بصير بعمر ال 11 سنة. يعني بنشوف انه في عندنا معالجة تقويم بتبدا من اول شهر. هلا بتجي الحالات اللي بعدها، المرحلة المهمة بعمر الست سنين. هون ببلش يبدل الطفل، بتطلع عنده الاسنان الامامية، بتصير اسنان دائمة. بهي المرحلة بنشوف مشاكل عضات معكوسة أمامية. تمام. هلا عضات معكوسة أمامية الناس ما كثير رح تعرف شو هي، بس بالضبط الشخص اللي عنده ولد عم يعض عضة معكوسة أمامية بيعرف تماما انه هي المشكلة رح يستفاد يعني منها. كيف؟ يعني مثلا عضة معكوسة أمامية، يعني الفك السفلي عم يعض قدام الفك العلوي، وهذا الشيء غلط. طبيعي انه يكون الفك العلوي محاوط للفك السفلي، مستوى امامي خلفي ومستوى جانبي. تمام. فلما يكون الفك السفلي متقدم عن الفك العلوي، هاي بنسميها عضه معكوسه. تمام. هلا سببها في شغله مهمه لازم نعرفها، انه نمو الفك العلوي بيكون ابكر من نمو الفك السفلي. يعني نمو الفك العلوي بين الست سنين للتسع سنين هي مرحلة نمو فعالة للفك العلوي، فنحن أي شيء بدنا نساوي على الفك العلوي المفروض يتم بهذا العمر، سواء كان بدنا نقدم الفك العلوي أو بدنا نكبح نمو الزائد للفك العلوي، لازم نركز عليه بين الست سنين للتسع سنين. إذا أجلنا مثلا تركنا معالجة الفك العلوي، شفنا أنه عنده مشكلة وكتير، يعني كنا نسمع أنه لا عمه هلا حتى يبدل أسنانه وهيك، فتبديل الاسنان بصير بعمر 12،
فإذا انتظرنا على مشكلة تراجع الفك العلوي عمره 12 فنحن ما عاد فينا نحله. تمام، الفك السفلي بينمو بشكل متأخر عن الفك العلوي، فبينمو بشكل فعال بعمر 12 سنة، فنحن مشاكل تراجع الفك السفلي بنحلها بعمر 12 سنة. نرجع لعمر 6 سنين اللي بيكون فيه غالبا تراجع بالفك العلوي، فمثل ما حكينا بنركب جهاز خارج فموي لحتى نجر الفك العلوي لقدام. تمام، هلا بهذا العمر كمان بصير عندنا مشاكل بين 6 سنين و 9 سنين، مشكلة عضات معكوسة خلفية. وفي شيء مهم كمان لازم نعرفه، أي عادة سيئة عند الطفل لازم نلغيها لحظة اكتشافها، يعني ما بصير ننتظر ابدا على المشاكل على العادات الفموية السيئة، لانه هي حكما راح تعمل مشكلة مع الوقت. اي شيء بيسبب تغير بمسار اغلاق الفك السفلي، يعني اي انزلاق جانبي او امامي خلفي، فهو بيحتاج مداخلة مباشرة. نعم، ما بصير ننتظر عليه ابدا. هي المشاكل غالبا بتظهر بعمر 6 سنين للتسع سنين. تمام، بعد عمر 9 سنين بيجي مرحله تبديل الاسنان، بصير الطفل بده يبدل اسنانه المؤقته وتظهر عنده الاسنان الدائمه بعمر ال11 ل12 سنه. فهون كثير لازم ننتبه على المسافه المتوفره للاسنان الدائمه، هل هي كافيه او غير كافيه؟ نعم دكتور، في نقطه كمان خلينا هيك نحكي تساؤلات الناس. تمام، كثير بيعمر خلينا نقول ال 12 14 هو يمكن انسب عمر مثل ما ذكرت حضرتك، بيكون في اما فرق بالاسنان او في مشاكل بعيدا عن الفك، هو مشاكل من ضرس العقل مسببها، بينحط التقويم وبعد فتره يا بيطلعوا ضرس دراسه العقل وبنضطر لنشيلهم، بس نشيل التقويم بيرجعوا بينتزعوا ترتيب الأسنان. خلينا نحكي عن ظهور ضرس العقل، وهو كلنا بنعرف انه قد بيتأخر، وعن التقويم قديش ممكن يتشوه تتشوه الأسنان اذا ما انتبهنا له الأمر. تمام، هلا صرنا بموضوع تثبيت التقويم. نحن هلا المعالجة التقويمية الشاملة اللي بتصير بعمر ال كم سنة لازم يحطوا تقويم؟ ولا حتى حسب الحالة. وكم سنة تثبيت؟ حسب الحالة. هلأ بعد ما خلصنا نحن المعالجة التقويمية الشاملة اللي هي تقريبا مثل ما حكينا بتكون بعد عمر ال 13-14، هون فكينا التقويم صارت الأسنان تمام، الأطباق تمام، هون فكينا التقويم صار عندنا مهمة التثبيت. هلأ التثبيت أقل شيء بده يكون سنة، يعني التقويم سواء كان 6 شهور أو سنة أو سنة ونص حسب صعوبة الحالة، حسب تعقيد الحالة. بعدها في مرحلة التثبيت لازم تتم سنة أقل شيء لحتى تتكيف اللثة من جديد وتبطل تشد الأسنان وترجعهم مثل ما كانوا. بعد السنة بصير المريض التقويم وكأنه شخص طبيعي. هلأ أي شخص طبيعي ممكن أسنانه تتحرك، تمام؟ فهو بغض النظر كان ساوي تقويم أو لا، ممكن إذا طلعت ضراس العقل تساوي ازدحام، ممكن هو مع نمو الفك السفلي يصير عنده تراكب. تمام، فالتثبيت المريض التقويم بعد سنة تثبيت صار مثله مثل أي شخص تاني، ممكن ترجع تتراكب الأسنان. بالإضافة لهيك أنه بيضل في ذاكرة للأسنان ترجع مثل ما كانت قبل التقويم. تمام، فنحن بنعتمد تثبيت أقل شيء سنة، وأنا بصراحة بساوي صفائح تثبيت شفافة وبخبر المريض أنه هاي صفائح التثبيت هي نتيجة المعالجة تبعك، فأنت يا بتخسرها يا بتحافظ عليها. نتيجة المعالجة تبعه لازم تضل معه مدى الحياة، يعني صفائح شفافة لبسها سنة وشالها حطها على جنب، بس ما بيضيعها بخبيها عنده، ولازم مثلا يساوي طبعات ويحافظ على النتيجة تبعه بشكل أمثلة جبسية، يعني جبس بيضل بحافظ عليه إيمت ما حس إنه في فراغ بده يفتح، حس في تراكب بسيط، ممكن هاي الصفائح ترجع له الأسنان مثل لما فك التقويم. دكتور خلينا نحكي اليوم عند تخوف وخاصة عند الشباب والصبايا بفترة 13-14 سنة، هي فترة المراهقة، هل ارتداء التقويم لفترات طويلة ممكن يخلي الوجه يأخذ منحى معين أو شكل معين؟ تمام، هلأ بالعكس التقويم هو نوجد لحتى يصلح ويحمي من هاي المشكلة. مثل ما حكيت أنا، أي انزلاق أو تغير بمسار إغلاق الفك السفلي لازم يتصلح. ليش؟
لأنه هذا الانزلاق بداية نحن نسميه وظيفي، بيكون انزلاق أثناء الإطباق مؤقت، مع الوقت إذا ما تصلح بصير انحراف حقيقي، بغير شكل الوجه. يعني بنلاقي كثير أشخاص مثلا عندهم انحراف بالدقن أو انحراف بالفك السفلي، هذا ممكن كثير يكون بسبب وجود انزلاق ما تصلح تقويميا. تمام؟ في كثير أشخاص بتلاقي مثلا الشفاه عندهم متراجعة، المشكلة ممكن تكون من الأسنان، أنه أسنانه المتراجعة متراكبة ومزدحمة، فصفينا الأسنان، سوينا دعم زايد للشفاه، أخذوا نتيجة حلوة على مستوى الشفاه. على مستوى الفك ممكن تراجع الفك السفلي، تراجع الفك العلوي، هدول المشاكل بيظهروا بشكل الوجه. يعني ما ممكن الشخص يوصل لمرحلة يكون شخص حلو مثل لما لو صلح هاي المشكلة. نعم. تمام؟ في مشاكل مثلا ما بتتصلح لعمر 20 سنة. بالنسبة لنمو الفك السفلي المفروض يضل تحت المراقبة لعمر 20 سنة، لأن نمو الفك السفلي بيتأخر أكثر شيء مثل ما حكينا، بيجي بعد الفك العلوي وبيضل مستمر لعمر 20 سنة ولعمر 22 سنة. فأي مشكلة بالفك السفلي لازم تتراقب لهذا العمر. وكثير حالات بتضطر، أكثر الحالات اللي بنضطر نستخدم الجراحة فيها هي مشاكل تقدم الفك السفلي. في شيء كمان بنسمعه من الأهل، أنه أنا عندي مثلاً هجوم بالفك السفلي أو الولد عنده هجوم بالفك العلوي، هني ما بيشوفوا التراجع، بيشوفوا بس الهجوم. يعني مثلاً الولد بيكون عنده تراجع فك سفلي بيقولوا لنا أنه في عنده هجوم فك علوي. فهون يعني لازم ينعرض على دكتور تقويم لحتى يكشف المشكلة بالضبط شو هي، تراجع سفلي أو تقدم علوي أو بالضبط شو هي المشكلة. دكتور، قبل ما ننهي لقائنا مع حضرتك، خلينا نحكي عن أهمية تنظيف التقويم، يلي هي النقطة كتير مهمة وكتير حساسة بنفس الوقت. وخلينا نحكي كمان يعني بمجال التنظيف، يعني وقت منشيل التقويم منلاقي بعض اللزق موجود على بعض الأسنان وبيطول ليروح، بجوز ما يروح أبدا، شو الحل؟ كمان خلينا نحكي كيف فينا نحافظ على نظافة الأسنان وسلامتها وجمالها أيضا بالتقويم وما بعده. تمام، هذا شيء كثير مهم، تنظيف الأسنان أثناء التقويم. يعني إذا الشخص بينظف أسنانه باليوم مرتين من دون تقويم، لازم مع التقويم ينظف 4 مرات أو 5 مرات. إذا ما نظف أسنانه طبعاً بالفرشاية العادية وبالفرشاية التقويمية، لازم يستخدم التنتين سوا. أهم شيء المنطقة الموجودة بين الحاصرة واللسة، هاي المنطقة لازم تتنظف مظبوط بالفرشاية العادية. بعدها بالفرشاية التقويمية ندخل تحت السلك لحتى نشيل أي بقايا. إذا ما صارت هاي العملية بشكل يومي 3 مرات أو 4 مرات، بتلاقي المريض بفك التقويم أسنانه كلها متخربة، بحاجة حشوات، بحاجة فينير، يعني كان بشي وصار بشي، كان عم يصف أسنانه وخرب أسنانه وصار فيها مشكلة. هاي المشكلة موجودة بصراحة وكثير، خاصة عند الأشخاص اللي بنية الأسنان عندهم ضعيفة. يعني نحن بمرحلة بنقول للمريض أنه أنت أسنانك ما بتتحمل التقويم، يعني بتكون الأسنان ضعيفة. أنا بعرف هذا المريض عنايته الفموية سيئة، وإذا ركبت له التقويم ما راح يهتم بأسنانه، فأنا راح خرب له أسنانه بدل ما أضبط له إياها. فلهي الدرجة المهمة التنظيف. بعد ما نفك التقويم، بقايا ألصاق الحاصرات هي المفروض الدكتور يشيلها، يعني ما المفروض تنترك أنه تروح مع الوقت أو شيء. نشيل هي البقايا بالسنابل التنظيف نفسها، ومساوي تلميع للأسنان لحتى يعني في تخريب بصير تحت الحاصرات ومكان البقايا، فنحن بدنا نساوي تلميع، نحاول نرد سطح السن مثل ما كان. نعم. دكتور، بالوقت المتبقي نصائح أخيرة ممكن تكون ولو سريعا؟ تمام. هلأ بس في شيء كمان مهم عن تقويم الأسنان والعمر تبع تقويم الأسنان، بيسألونا لأي عمر ممكن نحن نضل نركب تقويم الأسنان. هلأ تقويم الأسنان ما دخلوا بالعمر، تقويم الأسنان دخلوا بالعظم. نعم. يعني إذا شخص عمره 50 سنة والعظم عنده كويس، ما عنده بينعمل له تقويم، ما عنده مشكله. المهم العظم، طبيعه العظم، دعم العظم كويس للاسنان، فهو في ركب تقويم. نعم. ان شاء الله عمره 90 سنه. نعم. دكتور، نحن كثير بدنا نتشكرك على المعلومات اللي قدمت لنا اياها، واهم شيء يمكن المتابعه الدكتور المختص. ويعني
خلينا نبعد شوي عن الاجتهادات الشخصية تمام. ونصائح الجيران، خلينا نروح عند الدكتور المختص لحتى نحمي أسنان أطفالنا. شكرا كثير لك. شكرا لكم.